يعتان معانا هذه هني قرية الصيادين وسوق السمك اللي يصير فيه مزادات هذا السوق. هني المراكب والمي رادة، بس قاعد المي ترد، بس دير بالك. قندان وماجا هاو ار يو بكويا هاي برادر. يعني هذا ايش؟ جود مورنينج برادر. اي ان شاء الله. هذين رايحين الحين بحمله، شوف الحين الصيادين يطلعون على البحر يروحون يقطوا الشبك، وفي ناس لسه قاعدين يسوون الشبك مالهم، عارف شلون؟ تلاحظ الماي قاعدة ترد، قاعدة ترجع. بس الرملة سودة هني، تحسها سودة بس ايش، نظيفة صافية الماي عندنا. ارموطي رجعت لك مرة ثانية يا ارموطي، شلونك يا ارموطي؟ هذا أرمط الكبير. اشرب هنيك هواء. هاي كويا، جود مورنينج، هاو ار يو؟ هاي برادر، هاي هاو ار يو؟ ماي فريند ان عمان. عمان طبعا هني يسوون اللي هي مظلة البامبو. من قندان وماقا، جود مورنينج. هذين النجارين ما شاء الله، ايه طاولات وكراسي. ما شاء الله المكان حلو، واسع حلو. طبعا هذا عزان اخونا من سلطنة عمان، من السلطنة. هذا المنقروف يعيش بالبحر، يطلع سبحان الله. طبعا تلاقي بكل مكان في الفلبين خاصة، في بعض المناطق وهذا تلاقي عندهم أماكن المنقروف موجودة في مانيلا وبالوسط وبالجنوب كل مكان. يعني هاي المظلة لسه قاعدين يعملونها، شوي شوي قاعد يكبرون المكان.